السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا اخواني اخواتي على قناتكم منير ار بي 06، فيديو جديد وحلقة جديدة، مرحبا بكم. اذا الفيديو تاعنا اليوم مهم ومهم جدا يا اخواني اخواتي، كما شفتوا المنشور الاخير اللي درته على القناة تاعي. اذا حبيت برك نفرحكم يا اخواني بهذا الخبر الجديد، انه هذا هو اخر يوم بهذا الميكروفون ان شاء الله. غدوه اذا كتب ربي سبحانه انه نجيبوا ميكروفون حاجه مليحه باش نطلعوا الصوت، كما تعرفوا الناس كاع تحوس على الصوت افضل من الصوره، يعني الصوره معليش تكون رديئه شويه 240 ولا 360 بي يشوفوه الناس الفيديو عادي جدا في اليوتيوب، ولكن الصوت لازم يحسن واحد في الصوت، وخاصه انه يجيني هكذا كيشدوا بيدي. ان هذا هو خبر مفرح ايضا اخواني اخواتي. اذا اللي يرسلوا لي الفيديوهات على حسابي على انستغرام ان شاء الله راني نشوفهم بالواحد، لانه تلقى الكثير والعديد من الرسائل يوميا بشكل يومي، والله من الصعب انك تجاوب او ترد على الجميع في نفس الوقت. هذه هي اذا المنشور تاعي، بديت المنشورة تاعي من هنا. هذه الصورة اللي درتها انا مغربي انا جزائري. إذن بعد تفكير طويل قررت أن أغلق كل التعليقات على الفيديوهات، لأن في هذه الأيام هنالك موجة رهيبة من الذباب الإلكتروني، وكلها سب وشتم الجزائر والجزائريين والمغرب والمغاربة، وأنا أظن أن هناك مكيدة يدبرونها لزرع الفتنة بين الشعب الجزائري والمغربي. فقررت أن أغلق التعليقات على الفيديوهات، كل الفيديوهات التاعي، لكي لا أكون سببا في مساعدة هذا الذباب الإلكتروني لزرع الفتنة وإشعال نيران الفتنة بين الشعب الجزائري والمغربي. ونحن في العشر الأواخر لهذا الشهر المبارك، ربي يحفظكم إخواني، وتحيا الأخوة بين المسلمين، نحن جميعا تحت راية لا إله إلا الله. إذا إن شاء الله فهمتوا هذا المنشور تاعي، واللي ما شافوش يدخل قناة تاعي المنتدى يشوفوا تحت شعار أنا مغربي أنا جزائري، ولا إذا كنت أنا جزائري أنا مغربي، أو أنا جزائرية أنا مغربية أنا مغربية أنا جزائرية أنا جزائري إذن أنا مغربي. وهذه الصورة للذباب الإلكتروني تعبر أنه في هذه الأيام هناك حملة شرسة وموجة كبيرة من الذباب الإلكتروني، وراني نتواصل مع يوتيوبر جزائريين اللي يتحدثوا على المغرب، نتواصل معهم. يعني والله بصراحة شيء رهيب جدا في هذه الأيام، كأنهم يدبرون مكيدة ما لإشعال نيران الفتنة بين المغرب والجزائر، وأي شيء صغير هكذا فقط يشوفوه في الجزائر أو في المغرب يعني يديروه يضخموه في الإعلام، خاصة هذا الإعلام راكم على بالكم عميل تعمل هذا الإعلام، راهم يضخموا في الأمور. وهناك في مواقع التواصل الاجتماعي قنوات كثيرة في اليوتيوب وصفحات في الفيسبوك، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي كاين بزاف اللي راهم يشعلوا في نيران الفتنة في هذه الأيام. هم أكسيليراو، كانوا يمشيو ب 80 كيلومتر في الساعة، الآن راهم يمشيو 150 كيلومتر في الساعة باش يفرقوا ويديروا فتن. لماذا؟ لأنه أصبح الفيديوهات اللي ما عندهاش حتى، يعني فيديوهات ما فيهاش حتى شيء، كرياض محرز اللي قال له ما قال حتى شيء عن المغرب وغيروا الكلام تاعو، والقنصل المغربي ايضا في المغرب. اذا هذو ناسهم يحوسوا على اشعال نيران الفتنه بين الجزائر والمغرب، وحنا كيوتيوبر جزائريين تواصلت معهم، وحتى اليوتيوبر المغاربه اللي يتحدث الذين يتحدثون عن الجزائر ايضا تواصل معهم عبر حسابي على انستغرام، تواصل مباشر يعني في لا ديسكسيون اخواني اخواتي، وقلت لهم على هذا الشيء. فتاكدت ان هناك حملة شرسة وموجة رهيبة للذباب الإلكتروني، وراهم يربحوا في ناس، يعني الناس كانوا متابعين أوفياء لقنواتنا وهم يربحوا في هذوك الناس، ودخلوا لهم في رسالهم أنه هذه قصة خوا خوا ما كاش منها بين الجزائر والمغرب، وراهم هما ينجحوا. وحنا باش ننجحوا، أنا واش نقول لكم، حنا رانا نوصلوا في لم الشمل بين الدول المسلمة أينما كانت، خاصة بين المغرب والجزائر. لماذا نركز على المغرب والجزائر؟ لأنه هنا اللي يحبوا يزرعوا نيران الفتنة، ورام يقويوا كل يوم، زيدوا يشوفوا قنوات جديدة حول زرع الفتنة بين المغرب والجزائر، حتى ولو كانت يعني قنوات تاع اليوتيوب والآخره، أو بزاف يا أخواني أخواتي نهار كثروا من هذه القنوات. يعني وراني درت منشورات من قبل، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه أيضا هناك فتنة بين أمازيغ وعرب، أيضا راني نلاحظها هنا في الجزائر ولا في المغرب، في مختلف الدول المغاربية عن الأمازيغ والجزائر. ودرت هذا المنشور وكتبت
هنايا امازيغي عربي افريقي اعجمي ابيض او اصفر اسود احمر اللي كان، لا فرق بين عربي واعجمين الا بالتقوى. يا خوتي نوصيكم لا تجعلوا الدنيا اكبر همكم، المسلم همه الاكبر ما بعد القبر. اما هذه الدنيا مهما عشنا فيها نحن الا ما الا ضيوف فيها. خمم فيها مليح. ودرت عالم تاع البلدان، مختلف بلدان العالم، وكاين اللي استفسر الاسفل ايضا يقول لي الامازيغ هكذا وهكذا يهضروا ايضا وما فهموش معنى هذه الايه. ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم، الوان تاع البشره تاعنا، ان في ذلك لايات للعالمين. هذه الامازيغيه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. يعني الإسلام ليس الإسلام مرتبط بالعرب فقط والعروبة والعرب، الإسلام للعالمين جمعاء. وهذا العالم الأمريكي شتو عالم تاع أفارقة تاع في الدول آسيا وإلى آخره، في هذا المنشور الكثير استفسوا قالوا لي نحن هذوك العلامات هذوك ما يمثلوش الإسلام، ولكن نقول لكم راكم على خطأ، ما فهمتوش الرسالة تاعي وما فهمتوش هذا المنشور. وهذه هذا كلام الله سبحانه وتعالى. المسلمون كاينين في كل بلدان العالم وليس في الدول العربية المغاربية يعني فقط، يعني لدى العرب فقط، بل أمازيغ مسلمون، هناك أفارقة مسلمون، أمريكيون، إيطاليون، كولومبيون من أمريكا اللاتينية والآخره كاين بزاف. أنا اللي غضني إخواني إخواتي أنه ليس الذباب الإلكتروني هذوك باينين، السب والشتم إلى آخره، سواء يلعبها جزائري يلعبها مغربي، هو ما كان حتى شيء في التواصل موقع التواصل الاجتماعي فقط لموجود هذا الشيء في الواقع. الحمد لله هذه هي وعرفوها كاع الجميع، ما نعاودوش يعني ذلك الكلام اللي قلناه في الفيديوهات السابقه منذ بدايه هذه القناه تاعنا سنوات، وحنا نتحدثوا على هذا الموضوع، وحنا رانا هنا باش نتصدوا ليهم لهذا الذباب. اخواني اخواتي انا اللي غاضني الحال ان المتابعين الاوفياء للقنوات تاعنا انا كقناتي بسيفتي مونير ابي 06، ان هناك ناس متابعين اوفياء لي، وكاين اللي انقلبوا داوهم هذوك الناس اللي الذباب فتحوا قنوات على قنوات اليوتيوب سواء يلعبها جزائري او مغربي، قنوات التعليق الصوتي كما قلت لكم دائما، انهم يعني يديوهم كانوا بعض الناس يعلقوا لي بايجابيه اصبحوا يعلقوا لي بسلبيه ويقولوا لي في كلام يعني والله يجرحوني به اخواني اخواتي، وكانوا متابعين اوفياء لي، كنت نعرفهم الاسماء تاعهم انهم كانوا متابعين. هذو ما اللي غاضوني ما حبيتش يزيدوا روحو مثل هاد الناس. وكاين الناس كيشوف الذباب الالكتروني يعاود يريبوند عليه بكلام غير لائق ولا اخره، ويدخل في التفاصيل انتم في المغرب كذا وكذا، ويوليو القديم ولا اخره، ويقول لهم اليوم انا ساكره الجزائر، ويقول له اذا كان جزائري يتكلم مع مغربي ايضا زعفوا شوية، يقول لهم اليوم إذن سأكره الجزائر ولا لفتح الحدود ولا للأخوة مع الجزائر والآخره. إذن هنا قررت أني نلغي قاع التعليقات على كل الفيديوهات تاعي من اليوم فصاعدا، باش ما نديروش نيران الفتنة، رانا نديرو غير المحبة الأخوة المحبة بين الشعب المغربي، ونديرو الأشياء الإيجابية التي توجد تم في المغرب. وخوتنا المغرب أيضا الذين يتحدثون عن الجزائر يعملون بفيديوهات إيجابية، كثرون من إيجابية إن شاء الله، هكذا باش نتصدوا لهذا الذباب الإلكتروني، لأنهم هم يدبرون لمكيدة في الأيام المقبلة، والله الله أعلم، لأنه لم يسبق هذا الذباب يعني بشكل رهيب اللي ظهر هذه الأيام في هذا رمضان خاصة، وماشي أنا فقط، فلكل قنوات كما قلت لكم يا إخواني. أو هذا أيضا درت هذا المنشورة باش يفهموا شوية الناس، ولكن ظهر أنهم خرجوا على المواضيع، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لازم نوليو الكتاب الله سبحانه وتعالى والأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني. هذا تعجب من حالة الناس، وأنه لا ينجع فيهم تذكير ولا يرعون إلى نذير، وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة، والحال أنهم في غفلة معرضون، أي غفلة عما خلقوا له. رانا في غفلة على اللي خلقنا ليه سبحانه الله سبحانه وتعالى إخواني أخواتي، وإعراض عما زجروا به، كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدوا. شتوا ولينا نضربوا على أمور دنيوية يا إخواني أخواني يا إخواني أخواتي اللي ما تصلح لناش قاع، نسينا الرسالة تاعنا الحقيقية، وعلاش خلقنا ربي سبحانه لهذا الدنيا نبراتيكيو بها. ليس كلام فقط، رانا هضروا فقط. الإسلام كما قلت لكم أن الإسلام الشفتين برا، ولكن الشفتين للداخل الله لا حياة لمن تنادي، ربي يهدينا أجمعين إن شاء الله. تفسير السعدي هذا هذا المنشور أيضا درته بين العالم الجزائري المغربي، الجزائر والمغرب، كلكم من آدم وآدم من تراب، في آخر المطاف يرث الله الأرض ومن عليها. هذه أرض الله كلها أرض الله،
انا والله يعجبني خويا علاء الدين المغربي، وعلاش درت واحد اثنين ولا ثلاث فيديوهات عليه، راني متابع وفي ليه بسم الله ما شاء الله عليه وتبارك الله على خويا علاء الدين من المغرب. هذه كاع ارض الله، ارض الله واسعه رانا عايشين فيها حنا كاع مسلمين، لازم نلتفوا حول هذا الدين العظيم يا اخواني اخواتي. والناس اللي يرب انا نخاطب هذه الفئه للمواطنين العاديين ليسوا ذباب، يعني انت يزعفك ذباب في التعليقات تولي تكره بلد بصفه عام بلد كله، هذا خطا بالنسبه للجزائريين ولا المغربيين اخواني اخواتي. انتم دعموا اهل الخير، دعموا اهل الخير يا اخواني اخواتي، ما تدعموش اهل الفتن واللي يفرقوا يا اخواني اخواتي. اذا الى هنا ان شاء الله كنا خفيف عليكم، ينتهي الفيديو تاعنا لفيديو قادم بحول الله تعالى. معكم من الجزائر، يحييكم والسلام عليكم.